السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سننطلق في شابتر جديد، الشابتر رقم 2 بعنوان Multi Threading. And we will see in this chapter what's the goal of Multi Threading, how to write and execute threads, and how to synchronize the access to shared resources. يعني أن سنرى مفهوم الملتي ثريدينج، إيش الهدف في الملتي ثريدينج، لماذا نستعمل الملتي ثريدينج، كيف نكتب ثريدز وكيف نقوم بتنفيذ ثريدز، وسنتطرق أيضا إلى مفهوم السينكرونيزيشن في الملتي ثريدينج. حنعطي definition للملتي ثريدينج. A multi-threaded program contains two or more parts that can run concurrently. يعني أن كل برنامج يستعمل الملتي ثريدينج يحتوي على جزئين أو أكثر. عندما نقول جزء يمكن أن نعتبر جزء مهمة، يحتوي على مهمتين أو أكثر. هذه المهام حيقع تنفيذها بطريقة متزامنة، يعني في نفس الوقت تقريبا، بطريقة بارالل. إلى حد الآن البرامج اللي كنتم تكتبونها تتمثل في كتابة برامج، يمكن نقسمها إلى بارس. إذن بارت أولى مثلا، مهمة أولى، الكمبيوتر ينفذ هذه المهمة، ثم ينتقل للبارت الثانية، ثم ينتقل للبارت الثالثة، إلى غير ذلك. بطريقة الملتي ثريدينج الوضع مختلف، كل هذه البارت حيقع تنفيذها بطريقة متزامنة. حيكون عندي بارت أولى، بارت 1 حيقوم بتنفيذها الكمبيوتر، بارت 2، بارت 3، إلى غير ذلك. كل هذه المهام الكمبيوتر حينفذها يمكن أن نقول في نفس الوقت بطريقة بارلل. لن ينتظر الكمبيوتر إنهاء البارت الأولى للتنقل للبارت الثانية، لكن في نفس الوقت حيقوم بتنفيذ البارت الأولى، وفي نفس الوقت البارت الثانية، وفي نفس الوقت البارت الثالثة. هذه أهمية الملتي ثريدينج، يعني أن البرنامج سنقسمه إلى أجزاء، إلى بارتس، إلى مهام، وهذه المهام حيقع تنفيذها في نفس الوقت بطريقة متزامنة. Each part of such a program is called a thread. هذه المهام حنسميها thread. كل مهمة حتكون عندها اسم thread. كل part حتكون عندها اسم thread. And each thread defines a separate path of execution. يعني أن كل thread حيحدد مسار تنفيذ منفصل. حيكون منفصل عن البارت الثانية والبارت الثالثة. إذن thread يمكن أن نعرفه بالطريقة التالية: The thread is the basic unit of program execution. إذن thread يمكن تفسيره بالوحدة الأساسية والأصغر وحدة لتنفيذ البرنامج. After finishing its job, thread is suspended or destroyed. عندما ينهي الثريد شغله حيقع تعليق الثريد أو إتلاف الثريد. نأتي الآن إلى مفهوم المين ثريد، ويمكن أن نقول When a Java program starts up, one thread begins running immediately. عندما ننفذ برنامج فيه ثريد يقع تنفيذه، وهذا الثريد هو أول ثريد يقع تنفيذه، لذلك نسميه المين ثريد. هذا الثريد أو هذه المهمة، يمكن نسميها مهمة أو تاسك أو بارت، يمكن أن تقوم بإنشاء ثريدز آخرين، مهمات أخرى يقع تنفيذها في ما بعد، ثريد 2، ثريد 3، إلى غير ذلك. This is usually called the main thread. إذن أول ثريد يقع تنفيذه يسمى المين ثريد. Because it's the one that is executed when your program begins. لأنه يقع تنفيذه يعني في بداية البرنامج، عندما يقع تشغيل البرنامج. Therefore, your programs have always been running in a single thread. كل البرامج اللي كتبتموها إلى حد الآن تعتمد أو تحتوي على المين ثريد، تحتوي على ثريد واحد وهو يسمى المين ثريد. في الجافا عندما نريد أن نكتب برامج تحتوي على الثريد سنستعمل كلاس اسمها ثريد. هذه الكلاس هتحتوي على constructors، أكثر من constructor. إذن الكونستراكتر الأول اللي حنراه constructor ما يهو ولا parameter. And it's the default constructor and takes no argument. ما يهو ولا argument بين قوسين، تلاحظون أن هنا في فراغ.
every thread object has a name. كل thread object عنده اسم. When we use this no argument constructor, the thread name is automatically generated. لو استعملنا هذا الconstructor, جافا هيعطي اسم للثريد بطريقة أوتوماتيكية. مثلا لو كتبت thread th1, إذن هذا الأوبجكت يساوي new thread. عندي thread ثاني th2 يساوي new thread. The name of th1 will be thread 0, إذن اسم الثريد الأول حيكون thread 0, والثريد الثاني حيكون عنده اسم thread 1. لو أنشأت بنفس الطريقة thread ثالث th3 يساوي new thread, حيكون عنده اسم thread 2 إلى غير ذلك. هناك constructor ثاني للكلاس thread. thread بين قوسين argument string, إذن متغير اسم. هذا الموجود بين قوسين حيمثل اسم thread. This constructor takes a string argument which is the thread's name. مثلا لو كتبت string n, عندي متغير n يساوي الكلمة my thread. thread t يساوي new thread, بين قوسين وضعت المتغير n. صار إذن the name of the thread t is my thread, إذن اسم thread t صار عنده اسم my thread. لكن هناك العديد من الكونستراكتر الآخرين, سنرى البعض منها فيما بعد. إلى حد الآن شفنا اثنين constructors. constructor أول ما يخو ولا argument بين قوسين, وهذا constructor الثاني اللي هي يخو argument string يمثل اسم a thread. نأتي الآن إلى مفهوم priority في a threads. بإمكان أن نعطي priority أهمية إلى a thread. Every Java thread has a priority that helps the operating system to determine the order in which threads are scheduled. ما معنى هذا؟ قلت لكم في البداية أن كل thread, إذا مثلا لو كتبت thread 1, إذا برنامج يمكن أن يحتوي على العديد من threads. thread 1, thread 2, th2 سأكتب, thread 3, th3. قلت لكم أن كل thread حيقع تنفيذ بطريقة parallel مع بقية threads, يعني في نفس الوقت. فالحقيقة الكمبيوتر لن يستطيع أن ينفذ كل threads في نفس الوقت بالضبط, لا. هو في الحقيقة حيعطي جزء من الثانية للثريد الأول عشان يشتغل, ثم يقوم بتعليق الثريد الأول وينتقلق للثريد الثاني ويعطيه أيضا جزء من الثانية ليشتغل, ثم يعلق الثريد الثاني وينتقل للثريد الثالث ويعطيه أيضا جزء من الثانية. لكن بإمكاني أن نعطي priority لأي ثريد من هذه الثريدز. مثلا أقول للثريد الأول عنده أكثر priority, إذن الكمبيوتر حيعطيه أكثر أولوية في تنفيذ التاسك أو في تنفيذ المهمة. إذن حيصير للثريد الأول عنده أكثر وقت, أكثر جزء من الثانية لي عشان أن يشتغل. الثريد الثاني يمكن أن أقول هذا ليس هام وسأعطيه أقل أهمية, إذن حيصير عنده أقل وقت بكثير من الثريد الأول إلى غير ذلك. إذن البريوريتي حتمكن من إعطاء أولوية للثريدز, يعني أن الكمبيوتر حيعطي أكثر وقت للثريد عشان يشتغل. الأولوية تتمثل في قيمة محصورة بين 1 و10. لو ما حددنا أولوية الثريد, by default حتكون norm priority. إذن لو لم أعطي أولوية لي الثريد حتكون عنده أولوية تساوي 5. المين بريوريتي تساوي 1. بإمكاني أن أقول ثريد عنده أهمية قليلة جدا, يمكن أن تصل إلى 1, هذه أقل قيمة وهي مخزنة في المتغير مين بريوريتي. هناك متغير آخر الماكس بريوريتي, إذن القيمة القصوى للبريوريتي للأولوية تساوي 10. لو أردنا أن نعطي أولوية للثريد حنستعمل ميثود معرفة في الكلاس thread اللي هي set priority, وبين قوسين حنضع القيمة, قيمة محصورة بين 1 و10. لو أردنا أن نعرف priority لأي thread object حنستعمل الدالة get priority التي حترجع قيمة priority,
وحتكون طبعا قيمة محصورة بين 1 و10. إذا بإمكاني أن أكتب لو عندي object 1 th1 هو thread، يمكن أن أكتب set priority لإعطاء priority، مثلا set priority 10. إذا هذه priority للthread th1. يمكن أن أكتب th1 get priority، وهذه الداله حتقوم بارجاع القيمه 10. هناك بعض الدول الهامه جدا في الكلاس ثريد، من بينها الداله run، الداله start، هناك ايضا sleep. بالنسبه للrun method، all of the tasks done by the thread is contained in this method. This method takes no argument and returns void. يعني أن هذه الدالة حتحتوي على مهمة الثريد. قلت لكم أن أي برنامج بإمكاني أن أقسمه إلى tasks، إلى مهام، كل مهمة يقع تنفيذها من قبل الثريد. إذا عندما سأنشأ الثريد سأخزن مهمة الثريد داخل الدالة run، هامة جدا. بالنسبة للدالة start، عندما نريد أن نشغل الثريد حنستعمل start وليس الدالة run. You will never call the run method by yourself. You will call the start method and the GVM will call run. لو استعملنا a run method، إذا حيكون برنامج عادي ما فيه ولا thread، لأنه حيقع تنفيذ محتوى الرن. لكن عندما نستعمل start يصير الكمبيوتر أو GVM هو اللي حيشغل الثريد وحيعطيه وقت عشان يشتغل إلى غير ذلك. إذا هام جدا، عندما نريد أن نشغل الثريد حنستعمل الدالة start وليس الرن. بالنسبة للكلاس ميثود sleep، هذه حتقوم بتعليق شغل الثريد جزء من الثانية. إذا بين قوسين عندي متغير int، هذا حيمثل جزء من الثانية. لو وضعت ألف حتمثل قيمة الألف ثانية، ألف جزء من الثانية، إذن هذا حيكون يساوي 1 second.